اول 8 مراكز في بطوله افريقيا معناها ان احنا لا احنا فعلا اقوياء في هذه اللعبه. مبدئيا انهي دوله هي الاشهر على الاطلاق واللي لعبتها هم يعني الاكثر احترافيه في دنيا الشطرنج، واحنا فين منهم لو اخذنا في الاعتبار الواقع اللي حضرتك بتتكلم عليه ان احنا اخذنا اول 8 مراكز في بطوله افريقيا؟ حضرتك على مستوى افريقيا ولا مستوى العالم؟ لا انا بتكلم على مستوى العالم، مين اشهر الدول في الرياضه دي واحنا فين منهم؟ طبعا هي روسيا وتحديدا الاتحاد السوفيتي بعد ما تفكك الدول اللي هي تبع الاتحاد السوفيتي كان حوالي 14 دوله او 15 دوله. طبعا روسيا لسه بتقود كمجموعه افراد يعني كم عده الاف من اللعيبه الجراند ماستر الاساس الدوليين وكفرق روسيا مسيطره. بس طبعا الصين ظهرت في اخر 4 سنوات، بدات برضه الصين شغاله في كل حاجه زي الفل. طب هل سيطره الروس طول العمر في الرياضه دي معناها ان هم بيتميزوا بقدرات ذهنيه استثنائيه بالمقارنه ببقيه الدول مثلا؟ لا بالعكس، هي اصلا رياضه شعبيه في الدوله من ايام الاتحاد السوفيتي، كان دي الرياضه الشعبيه بتمارس في الشوارع في المقاهي في كل مكان على كل المستويات الرسميه وغير الرسميه، فكانت رياضه شعبيه يعني مشهوره من ايام كاربوف وكاسباروف وقبل كده. فالفتره الحقبه الشيوعيه وما بعدها والسوفيتيه كمان كان الشطرنج لعبه شعبيه في روسيا، فده سبب الجماهيريه وبعد كده حتى دول الاتحاد السوفيتي ارمينيا لغايه دلوقتي الشطرنج ماده اساسيه في المدارس، مش نشاط لا ده ماده اساسيه والطلبه بيمتحنوا فيها وبتضاف للمجموع، ففي اهتمام يعني كبير الطلبه ان هم يفكروا لان الشطرنج بيعمل الشطرنج بينمي القدرات الذهنيه، بيزود التحصيل الدراسي كمان والتفوق العلمي، كل لعيب شطرنج متفوقين دراسيا. ففي دول منتبه للموضوع ده، في 70 اسبانيا كمان مؤخرا انضمت، عدد كبير من الولايات الامريكيه، دول كثيره في اوروبا، الشطرنج ماده اساسيه في المدارس.